عايز يسافر باريس ويعرض قضيه مصر، وبعدين المندوب السامي البريطاني رفض. فطبعا الشعب المصري عمل له توكيلات، وبعد كده عشان يعرض القضيه في باريس. عيد الجهاد اللي هو اليوم اللي توجه فيه سعد زغلول الى البريطاني اللي هو كان ممثل عن بريطانيا في مصر، وطلب منه ان هو يسافر فرنسا عشان يدي حق الاستقلال لمصر. واما رفض بدات جمع توقعات على ان سعد زغلول هو اللي يكون وكيل عن الشعب المصري. بمناسبه ان في سعد زغلول من قبل الاحتلال الانجليزي، وكان الشعب المصري دايما بيحارب عشان خاطر ان سعد الباشا يرجع وان الدوله تستقل، يعني ان مصر تستقل من الحكم الانجليزي يعني. طبعا الاحتلال الانجليزي كان طبعا رافض المساله دي، وكان نفيه، فكان الشعب كان مضطر انه يعمل حاجه عشان حركه علشان خاطر يقدر يرجع سعد باشا. سعد زغلول لما راح فرنسا عشان يعرض القضيه بتاعت مصر، والناس نزلت خلاص القضيه، وطبعا نفوه هناك مش كده، والناس نزلت طبعا وهو رجع من هناك وخلاص الموضوع انتهى كده. سعد زغلول كان راح للمندوب السامي البريطاني علشان ان هو يعرض يسافر باريس ويعرض قضيه الشعب المصري. ساعتها المندوب السامي البريطاني رفض، فالشعب اجتمع وجمع توكيلات عشان يقدر يسافر. لما سعد زغلول اتنفى الناس قامت كلها ضده معاه، وعملوا ثوره كبيره، ثوره 19. سعد زغلول راح للمندوب السامي البريطاني عشان يعرض قضيه مصر في الخارج، فهو رفض، فالشعب جمع توكيلات عشان سعد زغلول يسافر. في سعد زغلول كان عايز يسافر لفرنسا على اساس ان هو يعمل مفاوضات علشان الاستقلال بالنسبه لمصر. سعد زغلول طلب من السفير البريطاني ان هو يسافر بره عشان يعرض قضيه مصر على العالم وكده، فهو رفض. فالشعب جمع توكيلات في اليوم دوت ان هو يعني يسافر.